وبعدين معاك يا سي فتحي، هتفضل ماسك ايديا كده كتير يا اخويا؟ انا مبسوط كده. بس انا مش مبسوطه. ليه بس يا روحي؟ وجعاني. هي ايه دي اللي وجعاكي؟ ايديا وجعاني. طب تصدقي احسن بقى، خليها توجعك زي ما انت واجعه قلبك كده. والله ليك وحشه كبيره قوي يا حاج، حاطين لي على السلامه. حضرتك يا فتحي، الله يا حاج المغلق، الله من غيرك. لو شافني هنا تاني هقول له بعمل ايه؟ هقول له بعمل ايه؟ بركة اللي رجعت لنا بالسلامة يا حاج. والله يا حاج المغلى كان مضلم من غيرك. والله وحشتنا قوي يا حاج. ربنا يبارك فيكم. عقبال ما نبارك لكم وانتوا راجعين من الاجازة جميعا ان شاء الله. بس ايه ده؟ البنت وردة فين؟ ما جاتش تقول لي الحمد لله على السلامة ليه؟ ألف حمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك ويخليك. إيه وصلت إمتى؟ جيت من شوية يا دوب، رحت البيت غيرت وجيت لك. ده حتى أختك مروة حاولت تكلمك في التليفون بس أنت ما ردتش. إيه؟ التليفون ما رنش. هو التليفون رن يا بنت وردة؟ هلا يا سي فتحي، أنا لسه داخلة حالا دلوقتي، ما سمعتش حاجة بترن. سبحان الله، هتسمع بيني منين؟ دي لسه داخلة دلوقتي. وحشتني قهوتك يا وردة. قهوتي بس يا حاج؟ يعني الشاي لأ؟ شاي؟ يا بنت ابو شاي. جبت لي معاك ايه يا حاج؟ ما تستعجليش على رزقك كده، ما تخافيش ما نسيتكيش. انا جبت لك حته قنبله تنفجر فيكي وفي اهلك ويخلصني منكم. بس عليك يا حاج، انا هشتكي لست بهيجه، هي دايما اللي بتنصفني. انصفك يلا بنت، اعملي بقى ويمشي. يمشي. الحمد لله على السلامه يا حاج، نورت الدنيا كلها. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. نورت مكتبك يا حاج. مكتبي؟ ده مكتبك يا ابني. قوم يلا. يلا بطل. اتفضل. اقعد على المكتب كده ووريني العظمة. أنا؟ ده مكتبك يا حاج. يا ولد. يا ولد أنا سبت أمك وأختك مخصوص عشان أجي أشبرق عينيا بمنظرك وأنت قاعد على المكتب منوره. يلا. يلا. نعم المعلمين. طمنا يا معلم، وانا مسافر انت بعت ايه وايه من الاصناف؟ ايه اصناف؟ ايوه اصناف، اصناف الخشب. هيكون اصناف ايه يعني؟ بعت ايه من اصناف الخشب لما انا كنت مسافر؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. الشاي طوردة. نعم. شوفي جبتلك ايه معايا. ايه دي؟ دي ازازة ريحة من بلاد برة. يعني هي دي كانت ناقصاني؟ مش عايزاها، خد. ده ازازة غالية قوي، بيحط منها النسوان الهاي لايف عشان تعرفي بس ان انا كنت فاكري. بص يا سي بارعي، انا عارفة كويس قوي انت عايز ايه من ورا الازازة البتاعة دي بتاعتك. عموما انا الحاج يا اخويا جاب لي زيها واحسن منها كمان. والحاج برضو هيجيب لك حاجه غاليه زي دي؟ الحاج والست بهيجه عمرهم ما قصروا معايا في حياتها حاجه. وفتحي فتوحه ما قصرش معاكي؟ انت مالك يا اخويا؟ امال فتحي متكد منه ليه؟ مهري منه ليه؟ عايز افهمك ان عشان ابليس في الجنه. ابقى بص في المراية وقولي الكلام ده لنفسك عن اذنك. ماشي يا بنت بشندي، انا وانتي والزمن طويل. الرئيس مرعي يخليك في حالك انت دلوقتي. انا كنت بس عايز اطمنك على الشغل كان ماشي مظبوط يا معلم متغير. قول لي يا مرسي. لا يا معلم، الواد فتحي كان بيجي هنا المغلق وانا مش موجود من ساعة ما سافرت يا معلم الصبح وبعد الظهر، وكنت بفطمه على كل الطلبات اللي كانت بتيجي. وردة؟ مالها وردة يا معلم؟ بقول لك افهم. بنتي دي كانت بتعمل معايا ايه؟ كانت داخله وخارجه من عنده طول النهار يا معلم. ده يظهر فتحي ده كيف شغل مش قايل.
كيف شرب الشاي عشان تعرف انك تربش وعينك متركبه بقفاك. ليه بس يا معلم؟ قلت لك مش مره يا مرسي، طول ما انت مش موجود تبقى مفتح عينك وسط راسك وتقول لي على كل حاجه. ما لا مؤاخذه يا معلم، ما اقدرش ادخل عليه والمكتب من غير سبب. البنت دي كانت بتقعد عنده كتير؟ لا ابدا يا معلم، كان كل مره تغيب لها يجي نص ساعه. نص ساعه ولا بتعمي؟ نص ساعه فتحي. وانت مين قالك ان انا هروح معاك الشقه دي تاني؟ هتيجي لو عايز اقطع لك رجلين سالم اخوكي من هناك هقطعها لك. وتقطعها ليه؟ انا ايه اللي هيوديني هناك تاني؟ عشان نتكلم في هدوء يا ورد. انت ما بتقعدش هادي خالص يا فتحي، لعلمك بقى انت مش هتطولني غير بالحلال، يعني نجوم السماء اقرب لك مني. اوعى بقى اتاخر. استني بس، استني يا ورد. انت عايز الحاج يشوفني بعدين يبهدلني؟ جرى يا فتحي، هو انت لا منك ولا كفايه شرك ولا ايه؟ انا مش فاهم انت بقيت حماقيه كده ليه؟ ما تسيبيني اكمل كلامي معاكي. انت لحد دلوقتي ما بينتش ريقي بكلمه واحده، اللي عمال تقوله تعيده تقوله تعيده. حاسب بقى ما تعطلنيش. خلاص بقى يا ورده، خلاص هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس اخد شهادتي الاول. وانت يا اخويا باين لك نجاح ولا شهاده؟ احنا كلنا من ساعه ما وعينا على الدنيا دي واحنا شايفينك يا اخويا تلميذ. لا 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 خلاص، اوعدك انا لازم اخلص، لازم اخلص عشان الحته القمر دي. خلاص لما تنجح بقى وتاخد شهادتك، بس يكون في علمك انا كل يوم والتاني بيجي لي عريس انا احمل اللي قبليه، وانا اللي بقول لابويا لا لما اشوف اخرتها معاك ايه يا سي فتحي. اوعى. يا لهوي على الحته. قولي لي يا ورده، اعمل ايه في موضوع الشغل مع الحاج في المغلق ده؟ وبعد ما تشتغل هتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ يعني بعد ما تشتغل هيبقى ناقصك ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه بقى كده. انا مش فاهم انت عايزه ايه. يعني الواحد بعد ما بيخلص عليه ويتوظف بيبقى ناقصه ايه؟ الجواز طبعا. هو ده قصدك؟ هو ده بس اللي بتفكري فيه؟ قلت لازم انت اللي تقول. معلش يا حبيبتي، معلش دماغي اصلها مدووشه بالموضوع بتاع الشغل مع ابويا ده. انا لو منك تسايسه يعني تجهريه وتحطه تحت باطك. يعني ايه؟ يعني اروح اشتغل مع ابويا في المغلق؟ وهو الشغل مع ابوك وحش؟ طب ده حتى بعد عمر طويل كل حاجه تبقى بتاعتك انت. ايوه يا حبيبتي، بس انا ما بحبش الشغل في الخشب ولا افهم فيه اي حاجه. خلاص يا اخويا، روح قول له الكلمتين دول وهيدقني اهو لو كان يوافق لك على حاجه ولا يديك مليين. ايوه ماما. مالك واقفين كده ليه؟ مروه ايه بتدبر مؤامره؟ ما هو اصل ورده كان عندها كده مشاكل في الحاجات ومشكله كبيره قوي قوي يا مروه. تقوموا تقفوا على السلم تتكلموا فيها؟ انا اصلي كنت نازله من فوق يا ست مروه وقلبي كان مكسور كده وكنت مخنوقه، ففتحي شافني على السلم قعدت اشتكي له. بإذنكم أنا هروح المغلق عشان بعدين الحاج يستوعبني. الحكاية باين عليها جد. عمري. حكاية إيه؟ حكاية غرامي. بقول لك إيه؟ أوعي تكون فهمتينا غلط. أنا قابلتها بالصدفة. طب ومالك فيك إيه؟ البنت حلوة وتستاهل. ولا عشان يعني غلبانة؟ يا مروة، يا مروة أنا لسه قايل لك أوعي تفهمينا غلط. بالعكس أنا فاهمك صح. أنت ناسي إن أنا دلوقتي محامية؟ بس انا هحتاجك قريب في قضيه وعاوزك تقف جنبي فيها. ايوه، ما انا قضيه. ليه يا مر؟ يعني قضيه كده تشبه قضيتك بس هناك فرق. بقول لك يا واد يا سلمى، عايزه ايه بقى النهارده؟ فرح ست مروه، انا عايزه اروح، تعالى معايا. يا نهار ازرق عليكي، انت عاوزه الحاج كروشنا المغلق؟ مين اللي هيقول له يا عبيط؟ هو الحاج محتاج حد يقول له؟ ده بيعرف كل حاجه وهو قاعد على المكتب. ده الحاج يا بيت. ماشي يا سلمى. حبيبي وعنايا لو في وسط مية، حبيبي وعنايا عنايا لو في وسط مية، ما يخفاش عليا عليا ما يخفاش عليا. الباب
بدري وانواره من حصنه بيحتاره وما يبان يداره في الرايحة وفي الجاية البدر وانواره من حصنه بيحتاره وما يبان يداره في الرايحة وفي الجاية ساعة لما بيظهر وطريقه بينور مش ممكن اتصور ابدا غيره يأثر فيا غيره يأثر فيا انا دايما اوصافه بتخيل في عينيا ده انا دايما اوصافه بتخيل في عينيا ساعه لما يعدي فكري يجيبه يودي دقه قلبي تهدي لما يمسي عليا عليا لما يمسي عليا ورد خدودك جعل عودك زاد جمال خلى الشقر يشوفوا الصم يباتوا في حال عرفوا النار والغيرة سمرة باتوا في ذل وحيرة سمرة الطبلة والزمارة ارقصي يا قمرة يا قمرة خليت الناس يبقوا حيارة من العشق باتوا سهارة ويقولوا يا ولا ده حرية يا ولا ويقولوا يا ولا ده حرية يا ولا وصبية يا ولا اه يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا اسيب الست مروه في ليله زي ديت بصراحه كده هي جميله مغرقاني طب والختمه الشريفه انا بحبها اكتر من ابويا واخواتي طب اتنيلي غوري من هنا انت واخواتك ده انا رقصت رقص يا حاج يا لهوي كنت مستنزره اليوم ده عشان ارقص فيه
والختمه الشريفه اللي كنت نادراها. انختم دلوقتي وغوري من خلقتي. مش هتشرب القهوه يا حاج؟ مش هشرب زفت من خلقتك. ماشي يا حاج. استني يا بنت. نعم يا حاج. اسمعيني يا بنت انت. اسمعيني وافهمي. منور وهي قاعده جنب عريسها. يعني هي كانت فرحانه وهي جنب عريسها؟ ايه اللي فرحانه، دي كانت طايره من الفرح يا حاج. مش خدت خلاص اللي قلبها رايده؟ وانتي ايش عرفك؟ ما هو يا حاج ست مروه كانت ساعات يعني بتقعد تفضفض معايا بالكلام. طب اديني غوري امشي وخليتي. ماشي يا حاج. يلا ماشي. ليه يا بنتي تعملي كده في ابوكي؟ ليه؟ بقول لك يا سي فتحي، انا كل يوم والتاني يا اخويا بتقدم لي عرسان اشكال والوان وانا عماله اطفش فيهم لدرجة ان ابويا وهريدي شكوا في الامر. وطي صوتك، وطي صوتك لحد يسمعنا. وطي صوتك لحد يسمعنا. مالك يا اخويا خايف مرعوش كده؟ انا خايف؟ انا ما بخافش. انا خاف من ايه؟ اللي يحب ما يخافش. شوف اختك مروه عملت ايه. لا اختي ده مشوار تاني خالص. اختي عندها راجل بيصرف عليها ولو ما صرفش بتشتغل وبتاخد مرتب. لكن انا. لكن انت ايه بقى كل الفلوس اللي عندكوا دي وهتغلب؟ يا حبيبتي يا حبيبتي لو ابويا قفش عليا لا يمكن حد يميل دماغه في اي حاجه تاني. امال امك فين؟ امي هي امي تقدر تقول له تلت التلاته كامله. يعني تقصد ايه كل واحد يروح في حاله؟ يلا يعني استني بس استني، الموضوع ده محتاج نفكر له كويس ونتكتك له. طب تكتك، المهم تطلع بنتيجه. انت حتى الشغل المغلق بتاع ابوك مش عايز تروح وعمال تاجل فيه. بكره هتشوفي. بكره 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 بكره. هو بكره ده ايه ما بيجيش خالص؟ يكون في علمك بقى انا متقدم لي عريس ايه لقطه عنده استعداد يصرف عليا من جنيه لألف ومستني مني اشاره واحده. اي نعم هو متجوز وعنده عيال لكن مفيش مشكله وانت تعرفه كويس قوي. يا وردة يا وردة استني بس يا وردة. مين ده ابن القرعة؟ العيال ناموا؟ العيال في اوضتهم بيتفرجوا على التلفزيون. اجهز لك العشاء؟ لا 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 مش هقدر اكل، انا لسه واكل لقمة دلوقتي مع واحد تاجر كنت بتفق معاه على بيعة. بس الحاج بيني وبينك مش عاوز اقابل حد من دول. هو اللي حصل ده شوية يا برعي. حاج صعبان عليا قوي يا حميدة، لو شفت حاله يصعب على الكافر. الراجل زي ما يكون اتكسر. انا خايف على الراجل ده لو جرى له حاجه مين هيدور الشغل؟ امال انت رحت فين؟ انا رحت فين؟ قصدك فتح اخوكي راح فين؟ انت مش قلت لي ان هو مش هينفع؟ لا كل شويه الحاج يقول لي خلي بالك من فتح يا برعي، خلي بالك من فتح يا برعي. لازم تعرف ان الضربه الجايه اللي هتفتح لك الطريق هو ان فتح اخويا يتجوز بنت بشندي. ساعتها بقى ابويا هيامن ويصدق ان مفيش حد غيرك يقدر يدور الشغل. قول يا رب. هقول بس انت شد حيلك. اجيب لك الشيشه واولع الفحم؟ هات الولعه خليها ليله مرمطه.